مفيش مناقشة يا كريم، كل اللي انا عايزاه دلوقتي انك تفتكر جميلي عليك، وما تنساش ان فلوسي دي هي اللي عملتك، وانك جيتني غلبان ما حلتكش اللضا يا قرادات يا بتاع السيرك. انا ما نسيتش ان قراداتي، وان انسان مكافح، وان انت ساعدتيني، بس انا برضو خدمتك سنين طويله، وخدت منك الفتات واديتك اسمي. اسمك؟ اسمك ده ايه؟ مش بقول لك انك انت واطي وما عندكش اصل؟ انا لازم افضحك قدام كل الناس واقول لهم اصلك ايه وفصلك ايه وعملت ايه في عيالك. انت اكيد اتجننتي. احمدي ربنا اني خدت منك فلوسك اللي انت جايباها من مكتب النصب بتاعك، وحبيت اغسلها لك في مشروع نظيف. انا تغسلي فلوسي؟ يا نصاب يا حرامي، ده انت عشت منها وكلت منها وفي الاخر سرقتها. يا حرامي بره. ان شاء الله ياكلوا بعض. لا ياكلوا بعض يعني ايه؟ وانا حقي يروح؟ لا انا مش هفوت العمليه دي على خير ابدا. صفاء حصل ايه؟ قوليلي. طب عشان خاطر ممكن نقف ونتكلم، كل شيء يتصلح. أرجوكي هدي السرعة شوية، هدي السرعة شوية، اركني على جنب ممكن نتكلم، وبعدين كل شيء يتصلح. يا صفاء صفاء أرجوكي. انزلي يا وفاء. صفاء يا وفاء قلتلك انزلي. طب قولي لي رايحة فين؟ انزلي. الحاجة يا ست هانم، لم نفسك والدي التوكيل قبل ما ينهف كل حاجة. وحبيت اغسلها لك في مشروع نظيف. بره بره. ساعتكم راحت فين؟ استر علينا يا رب. زمانها جه يا ست وفاء. بس لو قالت لي هو عمل معاها ايه؟ بس كانت هتقولي ازاي؟ ما كان باين على وشها. مين ده؟ اللي دخل علينا بالحنجل والمنجل. القراداتي ابن القراداتي. كريم بيه. مين منين؟ ده شحات ابن شحات. ضيعها ضيعها معايا. بس لو جرى لها حاجه انا مش هسيبه يعيش يوم واحد. يا رب تكون هي. الو علي، صوتك شويه من السما. تسوقي ايه؟ المستشفى؟ انت عرفت منين؟ رؤوف حمدان؟ وايه اللي عرفه؟ كريم هناك؟ ده انا هشرب من دمه. حصل ايه يا ست وفاء؟ عملت حادثه بالعربيه. استر يا سطاح. اسمع ما تدخلش حد الفيلا وانا مش هنا خالص، فاهم؟ حد زي مين؟ اي يعني. حد ان شاء الله كريم. حاضر. فاهم؟ حاضر. كريم عايزك تمسك نفسك شويه. هنعمل ايه؟ ده قضاء الله وقدره. ولا حدش تتهنى.
ما لحقتش تستمتع بحياتها بسبب طيبتها وسمعها الكلام البت السوسه والسمسار الطماع وغيره وغيره. ايوه يا ابني ايوه عندك حق. فضلوا ينبشوا لها في كل حاجه وبالذات البت اللي اسمها وفاء دي. ما كانتش تتمنى لها يوم حلو ابدا وفضلت تزن في ودنها لحد ما كرهتها في الدنيا. اللي صعبان عليا اني زعلتها النهارده. اصلها ما كانتش حاسه بمصلحتها. والله والله يا رؤوف اني كنت هكتب لها كل نصيبي في المصنع. بس لما سدد القروض والمصنع يقف على رجليه وانا ليا حد في الدنيا الا هي. لا اله الا الله. امسك نفسك يا كريم يا ابني. تصدق فكرتني بموت ابويا كانه مات النهارده. الحمد لله انها ما تعبتش في الحادثه ديت. كريم هي كان قلبها ضعيف صحيح. ما كنتش اعرف. لو اعرف ما كنتش نزلتها من المكتب النهارده. وحد الله يا كريم يا ابني. لا اله الا الله. ده قدر ومكتوب. عملت ايه بنت خالتي يا كريم؟ عملت بنت خالتي ايه يا كريم؟ طلعوا البنت دي بره. مشوها من هنا. انا حاضر حاضر. عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه منك لله؟ انت اللي قتلتيها يا مجرمه. بعيد عن وش السعاده قبل ما اخنقك وارتكب جريمه. استنى كريم. مشوها من هنا. دي انسانه ما عندهاش ضمير. ابعدوها من هنا. ده انا اللي مش هسيبك تتهنى بمالها يا ضلالي يا مصطفى. يا جماعه يا جماعه ابعدوا البنت دي من هنا. دي انسانها من بر منها. دي ناويه تجننه. خليك معاك خليك معاك. ابقى هاوب ناحيه الفيلا ولا اخش يا كريم. يا بنتي عيب عيب. ما يخش الفيلا يعني ايه؟ دي بتاعته ملكه. ملكه؟ يا انا يا هو يا انا يا هو يا انا يا هو. استهدى بالعيب. شوف يا دكتور بسرعه طلع تصريح الدفن ولا لا. حاضر حاضر. بسرعه بسرعه. يا انا يا هو يا انا يا هو. وبعدين بقول لك ايه؟ امشي من هنا دلوقتي عشان خاطر. لا مش همشي. يا ستي ده هو زعلان عليها اكتر منك ومني. زعلان؟ انت بتاكل من الكلام ده. معلش معلش عشان خاطري امشي من هنا دلوقتي. مش همشي. عشان خاطرنا احنا في مستشفى وده موت مش خناق. عيب كده الناس كلها هتغلطك. بقول لك ايه؟ روحي شوفي بيتك واحنا هنبقى نيجي نطمنك. يلا. ايوه بس ما تروحيش الفيلا خالص دلوقتي. ما اروحش الفيلا؟ اه عشان يكوش على اللي باقي. لا ده بعده ده بعده. اوعي. اتفضل ده تقرير وفاة. ده في حياتك. اهو كده بقى تقدر تطلع تصريح الدفع. شدها لك يا كريم. راحت فين السوسه؟ روحت. روحت راحت فين؟ قلنا لها تروح البيت عندها وما تروحش الفيلا خالص النهارده. فكرك يعني انها هتسمع كلامك؟ سيبها يا عم ابراهيم تروح الفيلا. الله يحرق الفيلا وسنين الفيلا. احنا في ايه ولا في ايه؟ الدنيا تساوي ايه يا ناس؟ خليها تروح تاخد اللي هي عايزاه وتشبع. رؤوف. ايه يا كريم؟ بكرة تنزل نعي في الجورنال. لا في كل الجرايد صفحة كاملة بالبنط العريض. ولا أقولك أنا مش هاخد فيها العزة غير لما خلت ذكراها وخلي اسمها اللي كتب جوه قلبي بحروف من نور يبقى عالي وكبير في عيون الناس. كريم أنا مش ممكن أسيبك بالحالة ديت أبدا النهاردة. أنا مش هسيبك إلا لما ندفنها سوا. طب. يا اخوانا جثه ايه اللي هتستلموها بس دلوقتي؟ الساعه 12 خلوها في المشرحه للصبح وبعدين ابقوا اتصرفوا. يلا يا كريم بيه تعال اقعد عندنا لحد الصبح. لا لا اتفضلوا انتوا. متشكر جدا يا روح. انا هفضل هنا. يلا اتفضل انت بقى علشان المدام. خليك انت عم ريم. كريم اصل يلا يلا يا رؤوف. اتفضل اتفضل اتفضل. الف سلام. شد حيلك يا كريم انا موجود. اطلبني في اي وقت. شد حيلك. أنا معاك أنا معاك يا كريم يا ابني. معقولة معقولة هسيبك في ظروف زي دي؟ قتلها قتلها بعد ما حصرها على مالها وخد كل أملاكها. ارتاحت منه وراحت لحالها. راحت لحالها يعني إيه؟ أنت فاكرني هسيبه؟ يعني هتعملي إيه ما تفهميني؟ أنت ماسكة عليه حاجة تثبت عملته عشان نجيب رجله في الخاية وننتقم منه.
لا بس لازم يكون لي معاه صرفة. صرفة؟ صرفة زي ايه؟ مش عارفة بس في اوراق كتير في الفيلا. اوراق؟ اوراق زي ايه يعني؟ اوراق وخلاص. لا انا خاف عليكي منه، لا يقطرك ولا حاجة، والواد ده مش سهل. مش سهل يعني ايه؟ مش سهل على نفسه. طب خلاص خلاص، اللي انت شايفاه صح اعمليه وانا تحت امرك. انا عايزاك تفضل جنبي. حصلني بكام راجل كده يقفوا جنب باب الفيلا. ويقفوا جنب باب الفيلا ليه؟ انت ناوي على ايه بالظبط؟ ما تفهمين وترسين على اللي بيدور في دماغك. اوعي تكوني عايزه تقتليه. لا 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 لا، انا ماليش دعوه بالقتل ده. قتل ايه دلوقتي؟ انا جبت سيره القتل. انا عايزه الحق الملم من الحاجات اللي في الفيلا قبل ما يفوق وهو ملخوم كده في المستشفى. اه يا بنت يا جدعه، فكره عبقريه. وعلى فكره انت عارفه طبعا عندها مجوهرات قد كده، روح عكميها وحط ايدك عليها قبل ما يجي ويستولي عليها هو. ده انا قريبتها، بنت خالتها يعني ورثها. تورثها يا وفاء؟ هو خلى حاجه ملاها في كل حاجه، واللي باقي يعني قد ايه؟ ما هو برضه هياخد نصه والحكومه هتستولي على الباقي، وده طبعا حسب الشرع. ولا انت ناسيه؟ لا وعارفه اني قريبتها من امي، وان ورثت هورث لي ملي من ثلاثه. يبقى مش فاضل لك غير الاوراق والخطه دي في عز الزحمه كده، تروح تلم نفسك اوام اوام، ولا من شاف ولا من دري، وربنا يكرمك من وراها. اديكي طول عمرك بتخدميها واقفه جنبها، يعني خدت ايه منها يعني؟ بقولك ايه، تعالى وصلني انت والجدع اللي معاك ده. لا انا هاخد تاكسي، وانت بقى حصلني انت والرجاله، عايزاكم تقفوا جنب سور الفيلا خبط لفق كده، وانا هحدف اللي هقدر عليه. لا انا ما سبتيش لوحدك، انا هروح معاكي وهستنى بعيد على الفيلا بمترين ثلاثه. ماشي، وساعه الاشاره بتاعتك هروح داخل على طول. طب يلا بسرعه. يلا. ابراهيم خير يا كريم؟ يا في تليفون ورايا. ايوه يا ابني، في تليفون في مكتب المعاون، معاون المستشفى اهو اللي قدامك على طول ده. انا لسه مكلم منه مدير الحسابات. انت عايز تكلم حد؟ هكلم سلوشي في الفيلا. احتمال البيت دي تروح تسرق حاجه ولا محتاجه. طيب اسبق انا واطب عليها في الفيلا. يلا بسرعه قبل ما اكلم انا في التليفون. طيب لا ما عندك ممكن تليفون اسمع. اتفضل يا استاذ. الو يا سنوسي، انا كريم. حد اتكلم؟ جت امتى؟ بتلم حاجات من اوضه النوم وتنزلها على تحت؟ طب اقول لك ايه، ما تقولهاش اللي اتكلمت. ها انا جاي حالا، حط السماعه بالراحه. شكرا. اتفضلي. في الجنينة يا ست عين. بقاله كتير؟ يجي ساعة كده، ربنا يديله الصحة والعافية. بنجر الجنينة وقلم الشجر.
خليه يتسلم، الله يكون في عونه، مش واخد على قعده. اسمعي، اكلتي الارانب من بدري؟ كويس. دي جرايد النهارده؟ ايوه يا ستي. طيب البيفتر؟ لسه يا ستي. طب روحي بقى انت حضري الفطار لحد ما نقرا الجرايد ونادي بيه عشان يفطر معايا. حاضر. وبيزودي اللبن. حاضر. صباح الخير. صباح النور. صحيت يعني؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا عبد الصمد؟ اجري على الحمام اغسل وشك دلوقتي وايديك حالا. حاضر حاضر يا ستي، اوامرك. وبعدين انا عايز اعرف حاجه، انت ليه مش بتقول لي على مصطفى يجي يعمل الجنينه؟ يعني هياخد منك قد ايه ده؟ مش مساله ياخد، انت فاهمه ان انا بوفر، انا عاوز احرك الدوره الدمويه، احس ان انا بعمل حاجه. طب اجري بقى على الحمام اغسل وشك علشان انا هموت من الجوع عايزه. طبعا عشان ما تعشتيش بسبب الرجيم اللي هينقذك ان شاء الله. عبد الصمد الحق. ايه في ايه؟ تعالى بسرعه اقرا الخبر ده. خبر ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. واحنا ضيوف على الارض. الله يرحمها بقى. الله يرحمها. محمد كان بيقول انها كانت ست كويسه قوي. ايوه بس الموت ما يعرفش كويس ولا وحش. يا عيني عليك يا كريم، ما لحقتش تتهنى. بس خدت بالك في النهي ان مش مكتوب اي قرايب ليها؟ مش مكتوب غير زوجه كريم عبد الجواد. يبقى على كده كريم هيورث نص ثروته. ثروه ايه اللي هيفكر فيها دلوقتي؟ طبعا ده حقه الشرعي ولازم هياخده. هي كان عندها فلوس كتير؟ والله انا معرفش، بس اللي كان باين من حالتها وحالته انها غنيه جدا. طب مش واجب برضو ان احنا نعزيه، او على الاقل نبعت تلغراف؟ وعلى فكره كمان لازم نقول لمحمد ده صاحبه لا يزعل منه. طبعا ده واجب. الفطار يا ست. فطار ايه بقى؟ خلاص انسدت نفسي. لا يا حبيبتي بلاش حجج الرجيم بتاعتك دي، قومي يلا. لا قومي. لا لا قومي قومي، هتفطري يعني هتفطري. استاذ كريم. ازيك يا استاذ كريم؟ ازيك يا الهام؟ البقيه في حياتك، الموت علينا حق. لا اله الا الله. وانت ازيك يا الهام، عامله ايه؟ الحمد لله. انا اسفه اول ما قدرتش اجي لك الفتره اللي فاتت. ابراهيم قال لي على كل حاجه، معلش. ايه اخبار محمد بيه؟ اتنقل مباحث اسوان. عيل. وعبد الصمد بيه؟ اتحل على المعاش، بس احنا بنزوره كل شويه. ألفة هانم بخير؟ الحمد لله. طيب ألهام، كويس اني طمنت عليكي. معلش اصل بالي كتير ما باجيش البنك هنا. طيب في اي خدمه اقدر اخلصها لك هنا في البنك؟ لا متشكر، انا كنت جاي لمحمود بيه في حاجه كده. على فكره انت يوم الخميس الجاي معزومه على افتتاح الفرع بتاع توزيع اللحوم الجديد بتاعي في العباسيه. الف مبروك، عقبال مليون فرع جديد. انت تستاهل كل خير. متشكر قوي. على فكره امبارح وانا مروحه شفت اليافطه اللي انت معلقها على ارض شيبرد. الارض اللي هبني عليها المستشفى. اتبسطت اكتر لما لقيتك كاتبها باسم صفاء هانم، الله يرحمها، ده وفاء عظيم منك. دي اقل حاجه اقدر اقدمها لها. الله يرحمها، وقفت جنبي في عز الوقت اللي سابوني فيه ناس كتير. عن اذنك. عنها يا مبارك، وراحوا محولينها على النيابه. اتاريها كانت سارقه كل مجوهرات الست صفاء الله يرحمها والهدايا اللي كان جايبها لها الاستاذ كريم. وايه اللي يخليها تعمل كده؟ ما انا قلت لك قبل كده 100 مره البنت دي مش مظبوطه. دي كانت بتكره كريم كره العمى، وقال ايه؟ عامله ان قلبها قال ايه على قلب الست صفاء، وهي كانت بتنهبها. بتنهبها ازاي؟ النيابه لما امرت بتفتيش شقتها ظبطوا فيها ايه؟ الساعه الذهب و10,000 دولار كان الاستاذ كريم بيدور عليهم من سنه. كانت عايزه تعمل عملتها وتكت في الزحمه. وبعدين؟ ولا قبلين، اهي اترمت في السجن بعد ما كانت عامله لي فيها ان شاء الله باظ الجدعنه واللسان اللي طوله مترين. ربنا يهدي.
المحامي بتاع الأستاذ كريم أكد لنا إنها أقل ما فيها هتاخد لها 5 سنين سجن. يلا تستاهل. فضلت تنخور ورا الأستاذ وتدي في الزنب وخوازيق من تحت لتحت لحد ما ضيعت الست. يلا منها لله. المهم كريم عامل ايه؟ هيعمل ايه المسكين؟ مداري همه في الشغل. والله يا فهيم لا بياكل زي الناس ولا بينام ولا بيرتاح، وكل ما اقوله يا ابني ارحم نفسك بتعمل في نفسك كده ليه يا كريم يا ابني، يرد عليا ويقول لي معلش يا عم ابراهيم الشغل، الشغل هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن أداري فيها همي. ربنا يعينه. بس أنا برضو واخد على خاطري منك يا فهيم. واخد على خاطرك مني؟ ليه إن شاء الله؟ أيوة، مش كان برضو واجب إنك تيجي تطلع على الأستاذ وتزوره ويحس إنك أنت واقف جنبه؟ هو له مين غيرنا بس يا فهيم؟ البركة فيك وفي رضا. ولا عايزين انا كمان اسيب السيرك واجي اقعد معاكم؟ تقعد؟ ايوه تقعدي، انت فاكرنا قاعدين يا فهيم؟ ده احنا بنشتغل ليل ونهار، بنشتغل يجي 18 ساعة في اليوم يا راجل. طبعا، ما هو كله شيء بثمن. رزق حلال والله، اي والله رزق حلال، ربنا يبارك لنا في الاستاذ ويبعد عنه ولاد الحرام. المهم تخلي بالك منه وتراعيه، ده مهما كان ابن عبد الجواد الزناتي، فاهم يا ابراهيم؟ وان جيت للحق هو بيحبك موت يا فهيم. بيحبني طبعا، عشان كده بيزورني دايما. والله ما هو فاضي، ثلاثة بالله العظيم ما هو فاضي. طب اسأل رضا ابنك، ده دايما يقول له ياما نفسي يا رضا ان بابا يرضى عليا ويجي يزورني ويطمن على ابنه كريم. تشكر يا ابراهيم ويشكر هو كمان. مش كفايه بقى، ما بتتعبش من الكلام، قوم نام يا اخي. ماشي انا قال. قال. انا مش عارف انت ما عدتش بترتاح لي ليه. علي اخدم. احمد ربنا انا كربت قبل ما البوليس يعرف انك كنت مستنيها بره. مين اللي قالك؟ الراجل بتاعك حكى اللي حصل للواد ده، بس اللي بيشتغل عندي. وبعدين عايز اقول لك حاجه، كل الحاجات دي بتوصل لكريم. هو ده واد مش سهل وايده طايله، واستوعظ بالبنت اللي كانت عامله شاطره ودخلت السجن بلوشي ولبسها 100 قضيه. تفتكر الساعه اللي لقوها في شقتها هي والدولارات والفلوس سرقات كده؟ وانا هعرف منين؟ انا كنت معاها. اصحى، دي ملعوبه ولعبها صح علشان يبان قدام كل الناس ان هو شريف. تصور محمود حلمي مدير البنك اللي كان بيبصله بعين رضية بيدافع عنه دلوقتي ويقول مفيش حد زيه. بس ده مسيره يقع، والمثل بيقول ما يقعش غير الشاطر يا حبيبي. يقع مين يابا؟ ده بفلوسه بيشتري كل ذمة وذمة، ده بيلعب بالبيضة والحجر، بيستفيد من كل موقف. انت ما شفتش الارض اللي اشتراها وحط عليها يافطة مستشفى صفاء الخيري علشان ربنا قادر يهده. اسمع يا سوقي، حاول تلم نفسك عنه وروح كده استسمحه وخليك عاقل، لا يقرشك تحت انيابه. ويقرشني ليه؟ هو انا اللي بلعته ولا هو اللي بلعني؟ يا عبيد يا عبيد، انت راجل في السوق ومهنتك السمسره، ما تخليهوش يحطك في دماغه، لا يوقف حالك. الله، في ايه يا رستم؟ انت كلامك اتغير معايا. هو ايه اللون بالظبط؟ انت ناوي تشتغل معاه ولا ايه؟ الله، خليك عاقل وناصح بدين يا سوقي، وماله ما نشتغل معاه؟ راجل ذكي والدنيا بتديله بدل انطار قناطير. مفيش فيك حي يا مصر الا ما عليه يافطه مكتوب عليها كريم عبد الجواد، غيره بيشتغل في كل حاجه. وعلى راي المثل بيمسك التراب بين صوابعه بتبقى فلوس. ما هو ارتدي بقى. وانا بقى مش هشتغل معاه، ايه رايك؟ عنك ما اشتغلت، انما سايس امورك تعيش مسطور. وانا ماسك له شومه واقف له على راس الشارع وبقول له يا شكل. ايوه، ما انت واقف في سكته وكل اللي بتقول عليه بيوصل له، واللي زي ده يصهين ويدبر في السر. اسمع كلامي، تعال نروح له واحد ورا واحد ونشوف لنا معاه سبوبه. قطعت السبوبه اللي تيجي من وراها. انا اتلدغت مره ومش هتلدغ تاني. عقلها وفكر على الاقل من مهلك واحسبها صح،
واد زي ده احنا محتاجينه، واللي يجي منه احسن من عينيه. افهمني. شكرا. عايز اقول الصلح خير، واكد لكم كمان ان كريم قلبه ابيض، مش زي ما انت متصور خالص يا تسوقي. مصارين البطن بتتخانق مع بعضها، والواحد ساعات بيسمع كلام الناس ويصدقهم، لكن بيرجع لعقله تاني، مش كده ولا ايه يا تسوقي؟ انا قلت له اني غلطان، واللي عندك عندي، وعشان اثبت له حسن نيتي قدمت له خدمه كبيره قوي، وبكره يقول لك ان تسوقي ده اخ. وانا بقى باكد لك ان كريم هيكون ساخي معاك، وعشان تعرف ان اتوصلت لك من غير حاجه، مش عايز اعرف ايه الخدمه ولا العمليه اللي هتسهلها له. مبسوط يا سيدي؟ وده عشم فيك برضه يا باشمهندس رؤوف. وتشوف لي بقى حته ارض كويسه كده ناحيه المعادي علشان انا، وحلاوتك تبقى حلاوتين، وعوضك يا سيدي عن العمليه اللي زعلتك من كريم. طول عمرك ابن اصول، استاذن بقى عشان تشوف مصلحتك. وكمان مره الف الف شكرا يا باشمهندس، انا ماليش بركه الا حضرتك. لا العفو، اتفضلوا. اتفضل. على الله تكون انبسطت من الفيزا اللي فاتت واشتغلت معاك كويس. البركه في ربنا وبعدين فيك يا سعاده الباشا، بصراحه انت راجل بورزه. ومشيت والحمد لله. من هنا ورايح التعامل هيبقى معايا انا، وانا هريحك على الاخر. ده انت رفعت راسي بالتوكيل اللي عملته لي ده لفوق قوي يا سعاده الباشا، ومش هنسى جنيلك ده ابدا. عندك اولاد يا معلم طربوش؟ بصراحه من ناحيه الخلفه ربنا ما ادانيش، انما على اخر الزمن ربنا كرمني بست، انما ايه، طيبه قوي، واخوها الصغير زي ما يكون ابني بالظبط. عال انت تستاهل كل خير. الفيزا الجديده لا مؤاخذه امتى؟ لا دي فيزا كبيره عليك قوي، استنى لغايه لما تجيلك فيزا تلامك او تبقى على قدك يعني. من سعادتك برضه يمكن تنفع معايا. اصل دي فيزا حره. حرة؟ ازاي يعني؟ يعني عايزة صناعية مهرة يقدروا يشتغلوا لحساب نفسهم بعيد عن صاحب العمل. ايوه بس دي مش تبقى خطرة يا سعادة الباشا؟ خطرة ازاي يعني؟ لا ما فيهاش خطورة، طالما الشغل سليم ما فيهاش خطورة. يعني لا مؤاخذة صاحب العمل ممكن يدينا ورقة يعني يقول فيها ان العمال يعني احرار يعني وعلى راحتهم. ورقة؟ معقولة الكلام ده معلم طربوش؟ من امتى قانون العمل بيدي صاحب العمل الحق ده؟ لكن ما دام صاحب العمل موافق خلاص؟ أنا بس برضه الواحد يخاف يا سعادة الباشا. مش قلت لك الفيزا دي كبيرة عليك؟ أصل دي مؤسسة كبيرة، مش محتاجين عمال. مستخسرين الفيز بصراحة تروح هدر. بعدين صاحب العمل حاسبها كويس. 300 تأشيرة هيبقى لنا التأشيرة الواحدة ب 1000 جنيه. مكسب التأشيرة تقريبا هيوصل له 2000 جنيه للي هينفذها. سيبك من التأشيرة دي خالص، استنى لما تيجي التأشيرة تكون على قد. بس الواحد لو يضمن يعني إن ما فيهاش خطورة كنت نفذتها يا سعادة البيه. ده ياما صناعية كتير بيسألوني على الفيزا دي اللي بتقولوا عليها حرة دي. بس أنا بقى يعني ما اشتغلتهاش قبل كده. ما بعتهاش أبدا. خلاص خليك في اللي تعرفه وسيب حد تاني يشيلها. انا عندي ناس كتير قوي يشيلوها، بس انا قلت اقول لك من باب العلم بالشيء. على اي حال يا سعاده الباشا اديني يومين ثلاثه بس اشور واشاور عقلي وادورها في مخي يعني. ماشي، انا مش هتفق مع اي حد من العملاء بتوعي ولا حدي اي حد توكيل لمده 10 ايام او لحد ما تقولي تصرف. خلاص مبسوط. هو ده العشب برضه يا سعادة البيه، المكتب ده طول عمره مكتبة يا سعادة الباشا، والله يرحمها بقى كانت بتوثق فيا قوي. بس يعني البت السعرانة دي اللي اسمها وفاء خدت جزاها يا بيدي، كانت طالعة واكلة نازلة واكلة زي المنشار يا سعادة الباشا، أنا كنت بديها على الراس تصور 100 جنيه من غير ما الهانم تعرف. ربنا يسامحها بقى. يابا يابا كريم واخد على خاطره منك قوي،
واجب ان انت تزوره. واخد على خاطره ليه؟ هو انا اللي سبت السيرك ولا هو؟ يابا سيرك ايه اللي هيفكر فيه كريم دلوقتي؟ بس شغلته وشغلة اللي خلفوه. لو اعرف ان الكلية هتخليه ينسى نفسه ويبقى زي الغول في السوق والله كنت رفضت. يابا كريم دلوقتي بيشغل بدل الواحد 100 وفتح بيوت ناس كتير. طب انزل المصنع شوف اللحمة طالعة ازاي، اقل من سعر السوق بكتير، الناس بتاكل وبتدعيله يابا. وفي ناس كتير بتدعي عليه. مين بقى اللي بيدعي عليه غير عدوينه؟ ويعمل له عدوين من اصله ليه؟ ما كان قاعد وكافي خير وشر، وبدل الشغلة بيشتغل شغلتين وتلاتة، مش مربوط في سقية المال. اصلك عمار ما تعرفش الفلوس بتغير البني ادم قد ايه، خصوصا لو عاش محكوم. يابا الفلوس نعمة طول ما تكون في ايد نظيفة وشريفة، وكريم طول عمره شريف ونظيف. طيب اخويا روح اسمع الكلام اللي بيقولوه عليه وعلى موت مراته. اتفضل من قدامي، روح قول له مش عايز اشوفه. قهوة كريم تاني. قهوة كريم كتير عليك كده. لا دماغي هتتفرتك يا روح. طبعا يا سيدي، ما انت ما بتاكلش وهاني نفسك في الشغل طول النهار زي ما تكون الدنيا هتنتهي بكره. طبعا كتير قوي، وانا عمال اجري وراك في كل حته مش ملاحق وراك. كل ما اسال عليك في اي حته اروحها كان هنا الاستاذ كريم ولسه ماشي، كان هنا ولسه ماشي. صحتك يا اخي. مصالح ناس وفلوس عالم لازم تتلم، ولا انت عايزني اسيب كل حاجه متبعتره كده؟ ايه متبعتره ليه؟ مديرين موجودين، موظفين وموجودين يا سيدي، كفايه علينا الاشراف وبس. مديرين ايه وموظفين ايه؟ ما يمسحش دمعتك اللي ايديك وما يحسش بالنار غير اللي كبشها في ايديه. المهم عملت ايه في مستخلص المباني الجديده؟ جبته يا سيدي بالعافيه النهارده، قدرت اخلصه اهو. مستخلص بكام ان شاء الله؟ الحمد لله يا سيدي، المستخلص ده ب 170,000 وفاضل مستخلصين تانيين. حلو قوي جم في وقتهم كده، نقدر نسدد الاستان الاخرين بتوع قرض الاسكان. الحمد لله. فندم كريم بيه، خد الشيك ده وتاخد معاك عم ابراهيم، وتروحوا بكره البنك العقاري تقابل مدير البنك تسددوا الاستن اللي فاضلين وتجيبوا مخالصه بالقرض. حاضر كريم بيه. بكره هتيجي معايا مستشفى، بكره ايه النهارده هتيجي معايا مستشفى صلاح الخيري باذن الله. اتفضل. وانت كمان عروف هتيجي معايا علشان تشوف الاجهزه اللي ركبت، وكمان تشوف المدير الجديد اللي رشحته لاداره المستشفى. والله ما انا مصدق نفسي خالص يا كريم، بعد وفاه مدام صفاء ولما كلمتني على انك عايز تخلد ذكرها عمري ما صدقت انك ممكن تشتري المستشفى دي خالص. وقال ايه؟ تعملها مستشفى خيري. لا اصيل يا كريم، يا ريت اعدائك يتعلموا. انا ماليش اعداء يا رؤوف، دول اعداء انفسهم ما يعرفوش معنى الوفاء ولا قدروا مكان صفاء الله يرحمها في قلبي. يا كريم اكيد هتروع البيت على طول دلوقتي، شغل طول النهار وشكلك كده مهدود من التعب. لا اروح ايه، انت ناسي ميعاد الخواجه في الاوتيل. يا الخواجه ده بتاع قطع الغيار. يا سيدي ما قلنا بلاش قطع الغيار ديت بقى. وبلاش ليه؟ مفيش حاجه تخسر الا الكسل. يلا يا عم. ماشي يلا يا اخويا. التاشيرات دي مطلوبه واللي عايزينها كتير، بس عايزين ورق من صاحب الشغلانه او من الشركه اللي انت بتتعامل معاهم. انا ما بشتغلش مع حد ولا بتعامل مع حد، انا من صاحب الفيزا عدل وعندي توكيل رسمي بالحكايه دي. يبقى لازم تدينا ورقه عليك لمؤاخذه. ضمان حق، يحصل حاجه العمال تمسك في رقابينا. حد ممكن ضار لمؤاخذه من ناحيتي طول تعاملنا مع بعض. الحق ما حصلش، كانت التأشيرات والعقود شغل، اما التأشيرات الحره حاجه تانيه. اي نعم مكسبها حلو بس مش مضمونه، تخوف. بقول لكم انا مسؤول عن اي حاجه، وانا متاكد من الراجل بتاعي. ما دام متاكد خلاص ادينا ورقه تقول انك انت اتفقت مع صاحب العمل على ان التاشيره لمؤاخذه حره، ساعتها نقدر نلبي لك كل احتياجاتك. انت عارف الحكومه اليومين دول عينيها مفتحه قوي، اي غلطه هروح المعتقل. معتقل ايه يا راجل؟ تف من بوقك. لا ده انا اللي في وش المدفع. كلنا في وش المدفع. على اي حال سيبوا لي الحكايه دي يومين على ما اخد راي صاحب الفيزا، ساعتها هنبقى كلنا تحت امرك
ولو طلبت من كل واحد 5000 جنيه هندفع. الو، من فضلك اكلم الانسة الهم؟ من امتى؟ ليه؟ والدتها؟ طب ممكن اعرف في مستشفى ايه؟ انا كريم عبد الجواد. الله يخليكي. ايوه طيب شكرا يا فندم. لا شكرا، مع السلامه. مع السلامه. انت قبل شوف ابراهيم البهلوان فين بسرعه. طب لو سمحت شوفوني، انا مش عارف الساعه بتاعي راح فين. انت فين يا عم؟ حط الشاي. بقول لك خليه جنب الباب، انا عايز. الو، ايوه لو سمحت، كنت عايز نمر مستشفى نصر العين. ايوه معاك. 3-9-5-1-3-2-5 و5-5 و7-5 و3-5. شكرا، مع السلامة. خير يا استاذ؟ سيادتك طلبتيني. لحظة يا عمري. الو، قصر عيني؟ لو سمحت، كنت عايز اعرف العنبر اللي فيه ثانيه هانم حرم حامد الشاذلي. يعني ايه مفيش حد عندك بالاسم ده؟ طب لو سمحت، من فضلك اسمعني، لو سمحت شوف لي طيب اي اسم ثانيه عندك جه امبارح. ايوه، ثانيه سالم بدر. مفيش ثانيه غيرها في عنبر العظام. العظام، سمعتك. طيب خلاص، شكرا، مع السلامه. خير يا استاذ؟ ثانيه مين وعظام مين؟ ثانيه هاني والدة الهام، حجزوها في المستشفى. وسيادتك عرفت منين؟ عرفت والسلام. يلا معايا. طب اتفضل انت وانا استنى عشان في عملاء جايين. يا سيدي رضا يبقى منهم. يلا معايا. اتفضل. مش كده يا انسة، لو سمحت اقعدي عشان تقدر تتنفس. بقالها 4 ساعات مغمضة عينيها. معقول هتفضل في غيبوبة كده؟ دي مش غيبوبة، احنا مدينا حقنة علشان تنام وعشان ما تحسش بالألم. ما تنسيش ان الوقعة وخبطة الدماغ كانت جامدة. مش حكاية وقعة وخبطة الدماغ، أنا مش مطمنة. اطمني حضرتك، كلها نص ساعة والإشعة هتكون موجودة. أنا مش عاوزة الإشعة دي، أنا عاوزة الإشعة المقطعية ودلوقتي حالا. حاضر، هروح أبعت لحضرتك الدكتور يطمنك ما دام أنت مش عايزة تسمعي الكلام. لو سمحت قسم العظام. شكرا. ومين يا ماما؟ ماما حبيبتي. سلام عليكم. خير يا ماما؟ مالها؟ سلامتك يا هانم، ألف سلامة. مش عارفة أعمل حاجة يا كريم، مش عارفة، ماما هتضيع مني. خير إن شاء الله. شوف الدكتور بسرعة. رهيب. حاضر. يا كريم الحاله يا دكتور. ارتجاج في المخ. يا ساتر يا رب، ارتجاج في المخ. ما تتخضش كده يا استاذ، الحاله في تقدم دلوقتي. يعني من امتى الحاله وهي كده؟ من اول امبارح. كان سبب ايه الوقعه دي؟ السكر، بيجي لها غيبوبه كل فتره وتبان، بالذات لما تبقى متضايقه من حاجه او زعلانه. باذنك يا دكتور، انا هجيب سياره اسعاف مخصوص وانقلها في مستشفى فيها اكبر دكاتره متخصصين في العظام. ممكن؟ أنا شايف مفيش داعي نقلها، المدام في تحسن. بإذنك يا إلهام، أنا قايلها المستشفى اللي بيشرف عليها الدكتور بتاعي، قلت إيه؟ المهم ماما تبقى مرتاحة. في دكتور، قصدي في تليفون هنا يا دكتور. تحت يا فندم، اتفضل. طيب أنا هنزل أعمل إجراءات. ماشي؟ باي باي. الطلبية ديت ممكن نجهزها لكم في 3 شهور.
وممكن ايضا ان احنا نديها لكم على ثلاث دفعات. ايوه بس انا قايل لرستم بيه هندفع نص الثمن كاش والباقي شيكات. رستم بيه على عيني وراسنا صديقنا العزيز، بس الشيكات ما بنتعاملش بيها في الشركه بتاعتنا. لو في خطاب ضمان من البنك احنا تحت امرك. انا اضمن الناس دي بعناية. بس انت عارف ان انا مش صاحب الشركه الوحيد كده، لازم ناخد راي كريم بيه، هو صاحب الامر الاول والاخير في الحاجات ديت. هو موجود فين ممكن اكلمه؟ كريم بيه والله في المستشفى بيطمن على ناس هناك، ممكن تقابلوه بالليل في مكتب السفريات. متشكرين يا ربي، بس عايزين نفسك معانا ان شاء الله. قوي، انا اكلمه في التليفون واقول له ان هم من طرفك كمان. عينيا الاثنين. اتفضل. سلام. مع الف سلامه. انتي غلطانه، كان لازم تتصلي بيا قبل ما تنقليها المستشفى، او على الاقل بعد ما نقلتيها القصر العيني. معلش يا عمي، غصب عني ما كنتش عارفه اتصرف، بس اكيد كنت هتصل بيك بعد ما تفوق على طول. بعد ما تفوق ليه؟ هما في القصر العيني مش عملوا اللازم؟ يا عمي حد الغيبوبه اللي بتجيلها كل فتره والتانيه دي برجلتني، ما كنتش عارفه اعمل حاجه خالص فاضطريت انقلها على هنا. كل ده تعمليه لوحدك؟ كان لازم يا حبيبتي ابقى معاكي، على الاقل كنت عرفت اتصرف. بصراحه يا عمي ربنا بعت لي اللي كنت محتاجاه له فعلا. الاستاذ محمود حلمي صديق عزيز واكيد كان هيقوم بالواجب، انا هشكره لما اشوفه. طبعا يا عمي، الاستاذ محمود عندي في مقام العم والاخ، وجه زارنا هنا مرتين، لكن اللي قام بالواجب فعلا هو كريم. كريم؟ كريم مين؟ كريم عبد الجواد يا عم. كريم عبد الجواد؟ مش عارفه. مش عارفه، تقريبا عارف من البنك، مره واحده لقيته موجود قدامي زي ما يكون نزلي من السما. والله تمرت في العشره، مامتك حكيت لي على كل حاجه. ما سابنيش ولا لحظه واحده الا النهارده الصبح. على فكره يا عمي، اللي اتصل بيك يبقى عم ابراهيم قريب كريم. عم ابراهيم؟ ابراهيم بتاع السيرك؟ ايوه. اه ده انا افتكرت حد من البنك او من المستشفى هنا. اتفضلي الحاجات هي يا ست الهام. حاجات ايه؟ يا فندم الحاجات اللي حضرتك كنت عايزه تروح تجيبيها، وقلت لك لا خليك انت مرتاحه واروح اجيبها انا، وادي كمان الشوكولاته. على العموم احنا متشكرين، وقول لكريم متشكرين قوي. ده اقل واجب يا ست هانم، ده انتوا افطاركم غرقانه. وعلى فكره كريم بيه ما بينامش طول الليل ودايما بيقولها ان الباشا افضله مغرقه. لا والله بس هو اللي كويس. الهام حبيبتي روحي شوفي ماما عايزه حاجه علشان نروح. طيب عبال ما تجهزوا نفسكم انا هنزل اشوف الحساب. يا فندم الهام هانم سددت الحساب. لا لا ده مش معقول، ده كتير قوي بقى بجد. مفيش حاجه في الدنيا توفي جمايلكم يا فندم. على العموم انا اما اشوف كريم بيه هبقى يعني هنبقى نتحاسب، ومتشكر قوي على وقفته دي مع ثانيه هانم. خشوا فيه. على فكره يا سعاده الباشا العربيه تحت وفيها السواق وانا كمان معاه. طيب انا مش عارف اقول لك ايه وابتدي ازاي المره دي. انت ابتديت خلاص، هي عادتك ولا هتشتريها؟ طلباتك يا كريم باشا. على العموم هو الموضوع مش متعلق بالبنك بصوره مباشره، ولا حكايه قرض كبير ولا عمل ولا حاجه. اولا انت عارف معزتك عندي، مش بس كعميل البنك ولا زوج صفاء هانم الله يرحمه، لا انت من الاول وانا احترمت طريقتك في الحياه، علشان كده انا باجي لك كل ما بكون مزنوق. والمرة دي مزنوق في ايه بقى يا سيدي؟ بصراحة المرة دي محتاج وقفتك جنبي بشكل أسري. بشكل أسري كمان؟ أنا بصراحة ما كنتش بفكر في الجواز خالص بعد وفاة صفاء الله يرحمها. وكنت بقول لنفسي أنا خدت نصيبي من الدنيا وكفاية لحد كده. وكفاية عليها شغلي أو واخد كل وقتي. لا أنت في الشغل ما شاء الله أمسك الخشب. يعني 10 على 10 وعيني عليك باردة. وحققت اللي محدش حققه في سنك. ساعات بسأل نفسي وأنا بين 4 جدران والنوم مش راضي يهوي بناحية جفوني، يا ترى هسيب كل ده لمين؟ ببقى واقف حيران بكلم نفسي زي المجانين. بس من حقك إن أنت تتجوز. أيوه بس مين دي اللي هتجوزها وأحس معاها بالأمان؟ يا سيدي الدنيا مليانة بنات كويسين. أيوه
انا عايزها تكون بنت ناس طيبين ومن اسره، يعني احس معاهم انهم مش طمعانين فيا او واخدين الجوازه جوازه مصلحه. ويا ترى انا ليا دور في الجوازه دي؟ مش بقول لك انك انت الوحيد اللي بتقرا افكاري. انا يا سيدي لا بقرا افكارك ولا يحزنون، انا بقول الكلام اللي انت ابتديته معايا النهارده. مين بقى العروسه دي؟ اعرفها انا يعني؟ تعرفها كويس قوي وبتعتبرك اب روحي ليها. ايه؟ بنت حد من اصحاب رجال الاعمال؟ لا 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 لا، انا مش عايز بنت رجل اعمال. انا عايز واحده تستحملني انا لان شغلي واخد كل وقتي. مين يا كريم؟ ادخل في الموضوع. الانسه للهامه.